راس الاتجاه ده تمام، ده من الزاويه دي اللي هي زاويه واحده، بعدها زاويه اثنين تمام، بعدها زاويه ثلاثه اللي هي كبيره عادي بتزيد تمام. ايه وظيفته؟ انك هتكون معادلات اللي هي تحصل اللي هي بتاعت الزاويه ديت، وتبدا في ايه؟ تبدا تصحح المعادلات دي، وفي الاخر تطلع الخطا بتاع كل زاويه، واللي خطا اللي بيطلع بتجمعه مع الايه؟ مع الزاويه تمام. ازاي بقى اشتغلت؟ دي لها طبقتين اللي هو تصحيح الشبكات المثلثيه، يا اما معادلات الشرطيه يا اما معادلات الاطفال. المعادلات الشرطيه ديت لازم تكون مذاكر ايه؟ الشرطات، عشان تعرف تكون معادلات اللي هي بتاعت الشرطات بتاعتها اللي هي المثلث والضلع والكلام ده كله، وتبدا تحط المعادلات ونبدا نصححها، يعني نطلع الايه؟ النواتج بتاعتها، يعني نبدا في مسار كده معين يقول لك ازاي تمشي عليه، تجيب في الاخر الايه؟ التصحيح بتاع المعادلات دي. الناحيه الثانيه اللي هي الطريقه الثانيه اللي هي الاسهل وانا بقي بيها اللي هي المعادلات الايه؟ الاطفال تمام؟ ودي غالبا ممكن تيجي وممكن ما تجيش في الامتحان. هو في الامتحان سكت وقال لك صحح لي بس الايه؟ الزوايا كده. مش هجيب معادلات. تستخدم اي حاجه براحتك، يا اما تستخدم المعادلات الشخصيه يا اما تستخدم معادلات الايه؟ الاطفال. لو سكت في الامتحان. تمام؟ انا عاوز اكون معادلات اطفال الشكل ده. اكونه ازاي؟ انا عندي كام غزه هنا من التربه؟ واحد لحد سته. صح؟ تمام؟ يبقى ايه؟ اول غزه ده لها معادله. ايه هي؟ يبقى اول حاجه تكوين معادلات الأطفال. أول حاجة أسميت الغزة بتاعتي اللي هي الإكس. الغزة رقم واحد عبارة عن إيه؟ الزاوية واحد زائد إيه؟ الخطأ بتاعها. ما هو كل زاوية فيها احتمال يكون فيها خطأ أو مفيش، معرفش. فبنسمي الخطأ ده عبارة عن إيه؟ في. تمام؟ الاثنين عبارة عن ايه؟ هي اثنين اهي كلها عبارة عن ايه؟ واحد زائد بي واحد زائد ايه؟ اثنين زائد بي اثنين. خلاص؟ الثالثة فين؟ أربعة. أربعة مظبوط. ثلاثة عبارة عن إيه؟ واحد وأربعة وستة. خلاص؟ يبقى الثلاثة عبارة عن إيه؟ واحد زائد أربعة زائد ستة. الاثنين دي عبارة عن زاويتين. وده كده دي عبارة عن ايه؟ دي اكس واحد صح؟ يبقى دي مكان دي، ودي كده اكس كام؟ اكس اربعة، عشان بس نعلم بس كده. الأرسال مضبوطة ببعض تمام؟ دي يعني بالعقل كده اثنين عبارة عن واحد وأربعة. خلاص؟ الثلاثة عبارة عن واحد وأربعة وستة. طب ليه أنا أخدت واحد وأربعة وستة؟ ما أخدتش زمان زميلك. عشان زمان مستقلة. واحد يقول لك أنا ممكن أخد طب ليه اثنين ناقص يعني الزمان دي كلها اثنين زائد ستة. عشان لو طلعت اثنين غلط. ركز معايا بقى كده. في حاجة اسمها الأقصاد الضريبية للشكل. الأقصاد الضريبية للشكل. اللي هي واحد وأربعة. أيوه. فين بقى؟ واحد وأربعة وكام؟ ستة. أنا بربط الأقصاد الضريبية للشكل وأحطهم إيه؟ في معادلات. في المعادلات ديت أبدأ أشتغل عليها تصحيحات.
يعني باخد اقصد ايه ده الشكل، يعني ما ينفعش واحد يقول لا اخد دي معديه، لا دي كل ده اسمها اقصد زايده اللي هي الاثنين والثلاثه والايه والخمسه. ماشي، نفس الفكره دي هنا، دي كام اكس كام واحد، دي كام اكس كام اربعه، تمام. يبقى الثلاثه يعود عن ايه؟ واحد واربعه وكام؟ سته. واحد واربعه وسته عباره عن ايه؟ هي هي صح؟ اللي هي اربعه زائد هي اربعه. عندك الايه؟ اكس كام؟ خمسه. عباره عن ايه؟ اربعه وسته. أربعة زائد ستة، ستة اللي هي عبارة عن إيه؟ خلاص يبقى دي كده كام؟ إكس أربعة، دي كام؟ إكس ستة. آخر حاجة بقى اللي هي كام؟ إكس ستة. يبقى عندك ست معادلات، إكس ستة اللي هو إيه؟ ستة زي هي زيها، يعني أربعة ستة وستة زي إيه؟ ماشي؟ على فكرة دي أرقام، يعني ديت يعني واحد وأربعة أهي، كل ده يتعوض هنا، ماشي؟ وهنبدأ بصفر، أبدأ صفر إزاي بقى؟ يعني معدل إيه؟ معدل إيه؟ معدل إيه؟ معادلة دي كل ده يتصفى دلوقتي. قال لك ترسم البيهات لوحدها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اجيب ايه؟ اقول له ده ايه؟ انا عايز الاخطاء. تمام؟ بس الخطأ من اول واحد ده غزة واحد لحد ايه؟ غزة ستة. قال لك بتجيب اللي هو اللي على الشمال الأخطاء واللي الناحية التانية الأقصاد. تمام؟ لأن الكلام ده في الآخر في معادلة كده اللي هي الفاينل، أقول لك إزاي إيه؟ تبدأ تجيب الأخطاء ديت. يبقى البي هنا دي الأخطاء اللي أنا عايزها صح؟ عبارة عن إيه؟ هجيبها ازاي يا باشمهندس؟ بي واحد مش الاكس واحد ناقص الواحد، تمام؟ لا ليه؟ وديتها الناحية التانية يا باشمهندس، بس أنا عايز البي اتنين هنا في؟ مفيش، يبقى هتجيب فيه كام؟ اكس واحد البي 2 عايز اجيبها من هنا. هو في حاجة احنا سقطناها؟ ما عملناش حاجة تانية. لا. الواحد زائد أربعة هي ممكن دي واحد زائد دي أربعة. المفروض دي بتساوي معلش اللي هي كام؟ اللي هي واحد اللي هي اثنين زائد البي 2. خلاص؟ ودي بتساوي ايه؟ ازاي نحط البيهات بتاعت ال يعني الغزه بتاعت ثلاثه ديت ليها خطا. ماشي؟ يساوي برضه كام؟ الخطا بتاعها ثلاثه زائد البي كام؟ نفس الفكره في خمسه هنا صح؟ اللي هي كام؟ خمسه زائد البي كام؟ أول حاجة دي البي 2. البي 2 يعمل إيه بقى؟ دالة في إيه؟ أودي دي الناحية التانية صح؟ هو المفروض تجيب فيها أربعة عشان تطلع. المفروض إيه؟ تجيب فيها أربعة عشان تطلع. أنا مش عارف أنت لو كنت أمين لما تجيب فيها أربعة من تحت أنا أعرف لا لا أنا عايز الباب وده تتفصل ورا بعض، واحد واثنين وثلاثة وأربعة. ليه؟ عشان هتاخد معاملات معينة. معاملات البيهات في المواصفات اللي بعد كده، فلما تكون مخصوصه
وعلى فكره انت هتبص انت عندك كام في 6 مثلا في معادله منهم رقم 5 مش موجوده هتسيبها فاضيه يعني لها قصه معينه بحيث لما تيجي تحط المصفوفات لا الدنيا بسيطه ما تضغش يبقى في 2 عباره عن ايه؟ اللي هو 1 لا قصدي 1 صح؟ زائد في 1 خلاص زائد 4 تمام زائد قصدك اللي هو خطر بتاع 4 ناقص 2 مظبوط ولا مش مظبوط؟ مظبوط تمام؟ عندك في كام؟ 3 هتكتب كل ده وتدخل الايه؟ 3 ناقص 3 يبقى انت عندك في بقى مشكله كده انا دلوقتي بضيع وقت من الاخر انا المفروض اعوض على كل واحده يعني ايه دي رزه ديت بكام دي رقم وده رقم المفروض ده يعني هتطلع في الاخر مصفيه معاها اللي هي في 2 بتساوي في 1 زائد في 4 هيطلع رقم اللي هو مقدار الخطا ما بين الاثنين معناها اس يا باشمهندس ركز معايا اس هنا كام 1 و4 1 و4 المفروض يكافوا 2 يعني مجمع الاثنين دولت المفروض يساوي دي صح؟ قال لك هتلاقي لا في خطا ما بينهم اللي هو يطلع معاك كام ثانيه؟ هيطلع معاك 3 ثواني يعني حد جرب على الحاسبه دلوقتي؟ ما طلعش ايه؟ طلعت معاك 3 ثواني؟ مش كاتب الرصاص الدنيا ما يجوزش اكس 1 زائد اكس 4 تمام زائد اكس 6 ناقص ايه 3 خلاص انا عايز ايه دي في 4 يبقى في 4 عباره عن ايه اللي هي كام اكس 4 ناقص زائد 4 خلاص نجيب اكس 1 في 1 تمام بيساوي ايه؟ الاكس 1 ناقص الواحد دي اسهل بكتير بعد كده نجيب الاكس كام؟ في 5 في 5 دي عباره عن ايه؟ ده زائد ده ناقص كام؟ يبقى انت عندك اكس 5 زائد اكس 6 ناقص اكس 4 تمام زائد الاكس 6 ناقص الايه؟ ناقص الخمسه بعد كده اجيب البي 6 اللي هو ايه؟ الاكس 6 ناقص 6 خلاص دي المعادلات الاساسيه اللي انا هبدا اشتغل عليها اشتغل عليها بقى ايه؟ ابدا اكون ايه المصفوفات؟ ايه المصفوفات اللي اكونها؟ قال لك ان الشكل العام زي ما بتاعك ان البي بتساوي الشكل العام لمعادلات الاطفال ان البي شوف لهم تاني يا باشمهندس دول هتطلع 6 بيهات هتساوي الايه مصفوف الايه هو ده كل حاجه الوقت الاكس ناقص ال خلاص ده الشكل العام بتاع ازاي اجيب قيمه البي بطريقه تقويم معادلات الاقصار ده مصفوف ده مصفوفه وده مصفوفه بس كل حاجه عشان تجيبها هتجيب حاجه قبلها حاجه بقى اول حاجه نمسك مصفوفه الايه يبقى الايه عايزين نبقى واضح شويه بس ايه هنطوب شويه بقى الايه هتساوي بالعقل كده مصفوفه الايه اسمها ايه؟ اسمها مصفوفه الاقصاد اللي هي الضريبيه مصفوفه الاقصاد
طبعا انت اي حد بتقوم بيعمله ايه؟ صفوف صح؟ العمود دوت بيمثل الارصاد الكليه مصفوفه معاملات الارصاد الدوريه، يعني معاملات الارصاد تمام؟ مساحتين بس عشان ايه نسبه مصفوفه معاملات الارصاد دي الأقصاد ايه؟ ده العمود الأول، عمود هو يا باشمهندس معامل، يعني ايه معامل؟ يعني ايه معامل؟ يعني ده رقم، ده مثلا رمز، اللي جنبه كده اسمه معامل. مفيش يبقى صفر. خلاص؟ ولا واحد؟ واحد. ده واحد. اصبر. المهم ده الأقصاد الكلية العمود الأول. بعد كده لا. الصفوف قال لك الأقصاد الدورية اللي هو مكان بقى اللي احنا كتبناه هناك واحد اللي هو ثلاثة هبدأ أعمل مصفوفة بقى عندك ماشي اللي هو مكان بقى واحد وأربعة وستة يبقى عندك واحد وأربعة وستة ده إكس واحد وإكس أربعة وإكس إيه؟ ستة تمام؟ نبدأ نشتغل الأقصاد الكلية اللي هما كام؟ ستة اللي هي على اللي هي معدلة الـ V واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة في إكس واحد في أول معادلة ركز معايا الناس بتتكلم واحد هنا أهو يبقى ده في واحد في إكس أربعة وفي إكس صفر يبقى صفر صفر صعبة؟ المعادلة الثانية في عندك ايه؟ واحد وواحد يبقى عندك هنا واحد واحد صفر في حاجة في حاجة الستة لا مفيش يبقى صفر مش فاهم ثلاثة واحد 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 الأربعة صفر واحد صفر صفر واحد صفر صفر الخمسة صفر واحد واحد صفر واحد واحد صفر صفر واحد صفر صفر واحد يبقى هما ايه فعلا؟ كم الأقصاد الكلية كام؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة اللي هما ست معادلات الأقصاد الكلية كام ثلاثة؟ اللي هي واحد اثنين ثلاثة اثنين ايه؟ اثنين تعالى بقى في الايه؟ في الليفل الأعلى الاكس انا امسح ده عشان الاكس ديت هي المشكله بقى الناس كلها هتلاقيها ايه وقفت بس ان شاء الله ان شاء الله الاي ترانسبورت في البي في الاي طبعا الاي اهي تمام اللي هي كام؟ ستة ثلاثة في مشكلة كده؟ مصفوفة الأوزان بقى دي بقى هي اللي فيها اللعب شوية مصفوفة الأوزان لها شكل للأسف لازم تحفظه الشكل بتاعها الأساسي يبقى أول حاجة أجيب البي أنت عندك كام رصدة؟ ستة تمام؟ هو ذكر أوزان تقول إيه؟ هو ذكر أوزان في المسألة ما ذكرها في إيه؟ في السطر الثاني من المسألة قال لك ورصدت بنفس الدقة يعني الأوزان دي كلها الوحدة واحد فلازم بطل تخش معاك اصبر يا باشمهندس قال لك مصفوفة الأوزان عبارة عن إيه؟ اسمها مصفوفة أوزان عشان ممكن يجيب لك الأوزان دي مختلفة الأقصاد في كلية عبارة عن ست أقصاد في ست أقصاد أنا عندي الأقصاد في كلية عبارة عن إيه؟ من إكس واحد إكس اتنين
اكس 3 اكس 4 اكس 5 تمام اكس ايه 6 بيطلع في الكليه نفس الفكره برضه احنا في اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4 اكس 5 اكس 6 تمام وزن واحد مع واحد هو يعني اكس 1 مع اكس 1 واحد خلاص اه هنا في 2 مع 1 لو ده في المساله قال لك افرض اذا كان وزن مثلا 2 كذا مع 1 3 مع 2 يبقى 1 مع 2 مفيش حاجه يبقى صفر 1 مع 3 صفر كل ده يبقى صفر اللي بعده صفر 2 مع 1 صفر يبقى ده 1 تمام بعد كده 2 مع 3 هتلاقي كل ده بقى ايه صفر هنا بقى هيبقى صفر صفر هنا واحد صفر ايوه مصفوفه قدرات زي ما انت قلت دي صعبه ولا سهله؟ سهله هي المشكله كلها ازاي تعتبر المصفوفات في بعض عشان بس ايه دي كده مصفوفة الايه؟ الوحدة اللي هي الوزن مصفوفة الأوزان الكلية للأقسام جبت دي وديت عندي اهي هناك الايه؟ عايز أجيب الايه؟ أجيبها إزاي؟ بقلب الصف عمود والعمود صف يبقى مدينة كده هي كانت كام؟ هي كانت 6 3 تصبح كام؟ 3 6 شقلها على طول خلاص؟ يبقى عندك كم صف؟ 3 صفوف وكم عمود؟ لا 3 عمدان 3 صفوف خلاص 3 صفوف التلات صفوف عندك بقى ايه؟ حد يمد كده بقى يقول لي واحد 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 3 صفار يبقى عندك واحد 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 3 صفار اللي بعده صفر أربعة واحد صفر صفر أربعة واحد صفر اللي بعده صفرين صفرين واحد صفر صفرين صفرين كم؟ واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد واحد خلاص؟ يبقى أنت عندك إيه؟ هتجيب الإيه بقى؟ اللي دي بقى تعمل ايه؟ هتضرب ديت الاول اللي هناك في الاي في البي في الاي تي لا معلش الاي في الاول يبقى ده كده هيضرب ده الاول اول خطوه تمام؟ ده في ده واللي هيطلع هيضرب في ايه؟ في الاي يبقى انا جبت الان اللي هي ايه؟ الاند بس الكبيرة لسه الاند سمول اصبر ما تستعجلش كل ده عشان اوصل للاكس هي العقدة كلها في الاكس هي اللي صعبة انما ده حد النقطة بتاعك بقول لك ده سهل الجاي ابدا اصفي بقى عايز اجيب الاند بتاع كام في جامع احنا قلنا دي هتطلع كام؟ 3 6 ودي كام؟ 6 6 صح؟ يبقى الاند هتطلع كام في جامع؟ حد يعرف؟ هو كل ما هو 3 3 3 3 ده هيتم على ده مش مهندس ماشي وده هيتم مع ده هيبقى ده مع ده يبقى الايه ده تطلع كام؟ 3 حد عنده مشكلة؟ نخش بعد كده خلصت الان ديت الخطوة الثالثة هجيب الايه؟ الان ماينس 1 حد يعرف يجيبها ولا لا؟ سالب ده المقلوب سالب لا قصه شويه يعني المفروض يعني خدتها مع الدكتور عصام سالب ازاي تعرف تجيب مقلوب مصفوفه؟ سالب نجيب السي نجيب المحدد نجيب الجوينت والكلام ده نجيب المحدد المصفوف نجيب المحدد لا يبقى مش هحط لهم تاني المهم بس يخلص المساله ديت عشان طويله انا كده خلصت الايه؟ الان ديت
هجيب بقى الام سمول. هو كده ما عرفوش لما دي كده مقلوب. لا الام دي سال انفيرس، انما ديت ايه عشان بس انا مش عارفها بالانجليزي والعربي. دي اللي هي ترانسبوز دي تي، تمام. الان بقى بتساوي ايه؟ قال لك بتساوي الاي ترانسبوز في البي في الان، تمام. البي اهي خلاص، الاي تي اللي هي ديت، يبقى عندك الاي تي اللي هي كام؟ 3 بوينت كام؟ 3 و6، ودي كام؟ 6 و6. طب ايه هي الاي ال؟ دي مصفوفه هتكونها برضه. الدنيا فيها متاهات بس عايزه سيستم في الحل، يعني تمسك حاله حاجه. على فكره القوانين دي في الامتحان ده في الفاينل السنه اللي فاتت، يعني السنه اللي فاتت شفت انا امتحان الفاينل كان جايب لك بس الحاجات دي. المهم انت ازاي تكون المصفوفه اللي هي تطلع الشكل ده، وفي الاخر ده بقى اللي عايز ياخد الدرجه الكامله يضرب المصفوفات في بعض ويطلع نواتج. بس اغلبيه الدرجه العاليه على ازاي ايه تكون المصفوفه. خلاص؟ ايه؟ عاوز يا باشمهندس؟ الميد ايه؟ ازاي ما حلتش؟ يعني كل واحد الناس كلها والله يعني مسوكة السي على درجتين، الاف تي على درجتين، الاف كان على درجتين، على درجه واحده الاف، لا الاف تي اللي هي على درجه واحده عشان سهله مش ال، انما السي كان على درجتين والاف اللي هي الثانيه اسمها مصفوفه الحد المطلق. مصفوفه الحد المطلق للابصار، تمام؟ ايه هو بقى الحد المطلق يا باشمهندس؟ ركز معايا بقى كده. انا عندك الشكل ده، تمام؟ هي هنا في يعني توهان شويه. انت هنا عايز تبي ايه؟ في اثنين اهو، في دي عايز تبي اثنين. ايه هو الحد المطلق يا باشمهندس؟ بيجي لما تجيبها الناحيه الثانيه اللي هي الاثنين دي، هتيجي هنا، تمام. ودي زوايا كده ثلاث ارقام، دي زوايا ارقام، هتحط رقم هنا ورقم هنا ورقم هنا، ماشي، هتجمعهم مع بعض هيطلعوا رقم. ما هو ده يعتبر ايه؟ حد مطلق. يعني ايه حد مطلق في اي معادله؟ عارفين يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني بس يقول لك ايه اكس تربيع زائد الاكس زائد مثلا 3، ده كده اسمه ايه؟ حد مطلق. يبقى نفس الفكره هنا، دي المعادله بتاعتك الاساسيه. انا عندي البيهات مكان الاكس يعتبر الناحيه دي. خلاص؟ فبالتالي الثوابت اهي. ماشي ايه؟ يبقى ده كده الحد المطلق بتاعك، ان انا هجيب ده اطرحه من الاثنين دول لما ادخله هنا هيطلع رقم، يبقى الرقم ده هو مصفوفه الحد المطلق. طب انت عندك كم رصده؟ عندك كم معادله؟ معلش ست معادلات، يبقى في كام حد مطلق؟ ست ايه؟ حدود مطلقه بس. يبقى دي عباره عن 6 و1، خلاص؟ تعالى بقى نكتبها بقى. يبقى دي مصفوفه ال ال مصفوفه ال اللي هي 6 و1. لما نيجي نجمعها على الحاسبه هي ايه؟ عمود واحد، تمام؟ هيطلع معاك صفر. اول حاجه اللي هي ديت، دي ما فيهاش حاجه طبعا، اللي دي هي نفسها، يعني ده فرصه، دي فرصه نفسها، الناس اللي بتتكلم يا باشمهندس ايه؟ حد المطلق اللي هو اللي صف بتاعه، اللي صف اللي ايه؟ يعتبر من بعضيها. ثلاثة، دي تحسبها بقى، ثلاث ثواني، ماشي، صفر، ثانية، صفر.
انا عايز اجيب الان دي اجيبها ازاي؟ هتطلع كام في الجهاز؟ يبقى ده هيطير ايه؟ مع ده وده هيطير ايه؟ مع ده هيطلع لنا كام؟ انا مش انت تجيت لو الارقام مظبوطة لحد مطلق ازاي؟ ايه؟ ما انا بقول لك هنا مفيش حد مطلق لان هي الاكس نفسها تمام؟ هنا هيبقى في حد مطلق اللي هو هنا عندك غزة واحد كان برقم انت هتلاقي الشيت عندك واربعة برقم واثنين برقم اللي هي زوايا يبقى ده زائد ده ناقص ده يطلع تلات ثواني اللي هو تلات ثواني عندك نفس الفكرة معادلة 2 3 و 4 و 5 لحد ما توصل ل 6 هبدأ بقى ايه؟ اجيب الاكس ديت معاك كام؟ 3 اعمدة و 3 ايه صفوف ما دي لازم تطلع هي دي يعني هي دي 3 اعمدة و 3 صفوف 3 و 3 خلاص والان احنا جبناه هنا كام 3 و1 خلاص يبقى ده هيطير مع ده هيبقى عندك هنا كام 3 و1 يبقى انا كده خلصت الاكس المفروض اكون ده يتعمل بالارقام يعني هيبقى تسويحه شويه الشيت ده على فكره من اصعب الشيتات وعليه ضربه كبيره الشيت ده عليه جهه نص لا اكتر اشتغل عليه 10 درجات ممكن يشيل ده بيبقى عليه حوالي ده ايه درجتين عشان طويل احنا كنا لسه بنحل في مساله دي مساله واحده من 8 شيلات 10 مسائل تقريبا ركز معايا بقى كده جبت الاكس اهي الاكس هحطها زي ما هي كام 3 1 وهنا كام اللي ايه كام يا باشمهندسين 6 و3 ستة ثلاثة الإل ما الإل اللي هناك 6 و1 لازم الاثنين دولت يبقى زي ده لأن ده طرح مصفوفات ببعض يعني إيه الكلام ده؟ ده طالع العكس 6 و1 يبقى لازم دولت لما ضربوا في بعض يطلعوا 6 و1 لما ده تشكل كمان لما طلعوش 6 و1 يبقى انت شغال غلط لازم تقفل معاك يبقى ده الثلاثه دي هتطلع معاك ايه؟ معين هيطلع معاك هنا كام؟ 6 و1 هطلع الاثنين من بعض هيطلع الفئه كلها اللي هي ست ايه؟ 6 صفوف تمام؟ في عمود واحد هيطلع معاك في واحد بتقدم ارقام ب2 ب3 ب4 ب5 لحد ب6 خلاص تاخد الارقام ديت هتحطها مع كل غزه من دي يعني ايه هتجيب الاكس واحد انا جبت الفي واحد ايه ماشي برقم اودي دي الناحيه الثانيه يبقى انا جبت الاكس واحد طبعا نستاهل ما نشتغل على المعادلات دي بس لحد البيات يبقى انت كده احنا بنعتبرها انك كده خلصت المساله وحلتها صح ما تجمعش بعد كده طبعا خلاص لان الفئات دي اعتبر الخطا بتاع كل غزه كان ده كده مساله خلصت ما حلناش بالارقام احنا وقفنا بس كوننا مصروفات يعني مش انا ما حلتش بالارقام المفروض سعادتك تضرب ايه